بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. أسر الكشكول بسمة، طبعا لا تتخيل مدى شوقي إليكم، والله وحشتوني جدا. بالبداية بشكركم كتير كتير لكل من يسأل عني ويسأل عن القناة وعن أسباب تغيبها. بنحكي إن شاء الله فيما بعد عن أسباب الانقطاع لهذه الفترة، ما بضيع وقتكم، ولكن اليوم هذا اليوم استثنائي، الفيديو استثنائي، هو تلبية لطلب أخت عزيزة متابعة لي على صفحة الفيس وعلى القناة لتوضيح هذه الغرزة إلى التفاصيل. هيا بنا. بالبداية الصبايا محتاجين يكون عندنا مضاعفات العدد 4، وإذا ما بدك تعمل المضاعفات اشتغلي سلسلة بالطول اللي بيناسبك حسب مشروعك، ثم بعدين بتفكي الباقي. انا عملت سلسلة صبايا اهو مثل ما قلت لكم، لانه بالنسبة لي مش مشروع، لذلك ما همني عدد السلاسل، بهمنا الطريقة. رح نترك السلاسل الثلاثة الاولى على انها اول عمود، نلف وننزل على السلسلة رقم 4، نشتغل عمود بلفة، السطر هذا سطر حيادي، يعني بإمكانك تشتغلي حشو أو نصف عمود أو عمود بلفة، لأنه مش من أصل الغرزة. أكمل ونعود إن شاء الله. أنهيت السطر الأول صبايا بغرزة العمود، برجع بكرر تاني إنه ده مش من أصل الغرزة. الآن سأرتفع 3 سلاسل نقلب شغلنا. من مكان ما ارتفعت راح عد 1 2 3 الى الغرزة رقم 4، راح نشتغل صدفي. صدفي يعني عمودين بلفة، سلسلتين، وممكن سلسلة واحدة، وهذه الصدفة. بداية السطر الآن رح لف ونعد 1 2 3 إلى العمود رقم 4. نكرر نفس الصدف. اعذروني صبايا لصوتي، عندي حركة برد شديدة، ولكن الغرزة كانت تلبية لطلب أخت عزيزة صديقة على صفحتي على الفيسبوك وللقناة. 1 2 3 رقم 4. ونكرر. إذا السطر الأول عبارة عن صدفات، المسافة ما بين الصدفة والصدفة 3 أعمدة في العمود الرابع. سأكمل ونعود. أنهيت الصدفات صبايا، الآن آخر السطر ما رح اشتغل صدفة، وإنما رح لف مثل ما ابتديت من ارتفعت ب3 سلاسل، رح انهيها بعمود بلفة 1 2، وهي آخر السطر اهو بثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع، وسأنهي بعمود بلفة حتى يكون عندي بداية السطر مثل نهاية السطر، بيبقى عمود في أوله وعمود في آخر. الآن رح نرتفع 1 2 3، خليكي معي بقى للسطر القادم ورح نقلب شغلنا. بدي اشتغل الآن صبايا في رأس الصدفة هنا. شوفوا رأس الصدفة هذا بس رح يكون معنا بالسطر الأول، لأنه ما في عنا صدفة كاملة، يعني ما في عندي الصدفات، ترتيب صدفات رح يختلف فيما بعد، ولكن هون رح اعتمد على رأس الصدفة القديم هنا في هذا المكان. رح لف لفتين على الإبرة لحتى يسهل علي ان ادخل في وسط رأس الصدفة. رح اطوي هذه الصدفة هنا، طوي وادخل برأس الصدفة، اطلع ما بين العمودين، يعني اطلع بالفراغ. اشتغل عمود بلفتين، ثم برجع لوسط الصدفة بشكل عادي، بشتغل صدفة زيها. اذا برجع الان لفراغ السلسلتين بعد ما اشتغلت عمود بلفتين برأس الصدفة،
ادي عمودين اهو، سلسلتين ثم عمودين. طيب خلصنا؟ لا ما خلصنا، بنرجع نعمل عمود بلفتين مناظر لهذا العمود بلفتين، وبرجع مرة ثانية صبايا مكان ما دخلت واشتغلت في العمود الأول، رح من فوق اهو شوفي كيف، وبطلع بالفراغ. ولحتى يسهل علي مثل ما قلت لك بتطوي الصدفي هكذا، بيبقى سهل عليكي انك تدخلي برأس الصدفي وتطلعي تشتغلي عمود بلفتين. اذا بيكون في عندي هون صدفي محاطة بعمودين بلفتين، عمود في الأول عمود في النهاية وما بينهما الصدفي. مباشرة بعد العمود بلفتين الثاني كمان رأسا لفي لفتين، لأنه راح تروحي للصدفة التي تليها وتعمل نفس الطريقة، تدخلي من رأسها تطلعي من الفراغ اللي بوسط الصدفة وتشتغلي عمود بلفتين. حلو الكلام، سهلة أوي. بعدين لفة واحدة ونرجع لوسط الصدفة اللي عليها الدور ونشتغل صدفة زيها، يعني عمودين اثنين سلسلة وعمودين. تاني نرجع مرة تانية، بدنا عمود بلفتين، ادي لفتين، وارجع مرة تانية على الرأس صبايا اهو هنا، ادخل واطلع بالفراغ بتاع الصدفة، اشتغل عمود بلفتين ومباشرة لف بعد لفتين لأنه بدي انتقل للي بعده حتى ما تنسوا. كمان إلى رأس الصدفة حبيتي تطوي هكذا بيسهل عليك، ادخلي هنا وادخلي من الرأس، اطلعي من الفراغ اللي ما بين العمودين يعني الفراغ سلسلتين وضحك، ثم عمودين سلسلتين عمود. إذن عمود بلفتين صدفة، عمود بلفتين بنفس المكان من الرأس إلى الفراغ، ومباشرة بلف لفتين وبنتقل للصدفة التي تليها حتى نكمل السطر. وصلت لنهاية السطر صبايا، ماذا سأفعل في النهاية بعد ما اشتغل عمود بلفتين في آخر صدفة؟ رح لف لفة واحدة وثالث سلسلة من ثلاثة الارتفاع اشتغل بها عمود اللي هو عمود الحافة. عمليا هذا هو السطر اللي رح يتكرر معنا بعد ذلك، يعني هذا هو التكرار، ولكن رح يختلف فقط المرة اللي يعني رح ابدأ التكرار معكم صبايا، لأن هون ما كان عنا صدفة نحط برأسها، كانت عندي صدفة التأسيس. عمليا هو ده السطر صبايا اللي راح يتكرر معنا، راح نرتفع ثلاث سلاسل اهو، واحد اثنين ثلاثة، نقلب الشغل. خليكي معي من فضلك. الآن وين بدي اشتغل العمود بلفتين؟ بدي اشتغله اهو بالمنطقة اللي برأس الصدفة، يعني بتكون نهاية الصدفة بتاعت السطر السابق، هاي صدفة السطر السابق وهي فراغ السلسلتين تبعها، معناها مباشرة بلف لفتين اهو بالصدفة اللي قبلها، بدخل وبطلع فراغ الصدفة اللي عليها الدور وبشتغل عمود بلفتين، وهذا الذي سيتكرر معنا حتى نهاية العمل، ثم صدفة في وسط الصدفة. اعذروا كل أخطائي صبايا في هذا الفيديو من حيث التصوير أو التعليق، لأنه بصراحة الانقطاع لفترة طويلة نساني كيف بدي أصور، ولكن اضطريت للفيديو. رح لف لفتين مرة تانية، رح ارجع صبايا الى الصدفة السابقة اهي اهي سلسلتين اللي فوق، وادخل هنا واطلع بالفراغ، وبرجع بقولك اذا حبيتي تسهلي حالك بامكانك تطوي الصدفة لحتى تدخلي وتطلعي. وبمجرد ما بتشتغلي العمود بلفتين رأسا لفي لفتين حتى ما تنسي، لأنك بدك تنتقلي للصدفة التي تليها وتدخلي فوق بنهاية الصدفة السابقة وتشتغلي عمود بلفتين، ثم ترجعي لوسط الصدفة تشتغلي الصدفة بعمود بلفة. هذا رح يعطيكي دبل فيس، أو رح يعطيكي بالنهاية شغل دبل.
ولذلك هي من الغرزات الشتوية الصبايا، لأنه حتبقى سميكة، بإمكانك تعملي منها بطاطين الأطفال. رأسا لفتين نرجع لها الصدفة السابقة، ندخل بفراغها ونطلع بفراغ الصدفة اللي نحن شغالين عليها. أنهيت عمود بلفتين مباشرة، بلف لفتين مشان نروح للصدفة التي تليها. وزع الآن المسافة ما بين الأعمدة، ادخل للوسط من فوق بالرأس، اشتغل العمود بلفتين، ارجع الآن إلى الصدفة اللي عليها الدور، اشتغل صدفة زيها. لفتين، ارجعي لفوق على فراغ الصدفة واطلعي من فراغ الصدفة اللي بين ايديكي، لفتين، وهي عمود بلفتين. هيك نكون شغلنا بدأ يتكرر صبايا. شوفوا كيف العمل رح يعطيني طبقتين، اكمل حتى نهاية. وصلنا للنهاية صبايا، سننهي بعمود في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبكل مرة بكرر نفس اللي اشتغلناه صبايا، رح ارتفع ثلاث سلاسل، تكون هي أول عمود، ونقلب ونشتغل نفس العمل. ندخل هنا في رأس الصدفة، نشتغل عمود بلفتين، ثم صدفة داخل الصدفة، ونرجع كمان عمود بلفتين، ثم ننتقل إلى الصدفة الثالثة. هذا هو العمل المكرر. كثير الغرزة حلوة صبايا، بإمكانكم تشتغلوا منها فساتين البنات أو الجيبات أو جواكت للكبار أو أي مشروع حابينه. بالنهاية تكرار السطور رح يعطيكم هذا الشكل. بإمكانك تشتغليها بخيط رفيع، بإمكانك تشتغليها بخيط متوسط الثخاني. الوش فيها زي المقلوب تقريبا إلى نفس المظهر، لأنه هو نفس السطر عم يتكرر معنا. أرجو أن أكون بها العجالة معمار، وضحت لك الغرزة وتستفيدوا منها جميعا. ألتقيكم إن شاء الله في فيديوهات مقبلة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.